السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نبدأ نرسم مثلا مربع، مستطيل، مثلث، اي حاجة من الاشكال الهندسية اللي احنا ممكن نرسمها. طيب بداية هاجي هنا وابدأ اختار حاجة غير الدبدوب دوت. تمام، عايزين مثلا بين شكل القلم هو بنسل. تمام، الدبدوب دوت ممكن تخليه او تمسحه مش هيفرق معانا، المهم البنسل هو اللي انا محتاجه. طيب انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا استخدم اداة اضافية اسمها بن، فاجي هنا واختار بن. تمام، هيبدأ يضيفولي هنا. طيب يبقى انا اول حاجة محتاجها ايه؟ هستعين بأداة اسمها اريس اول، على اساس لو انا حبيت امسح كل اللي موجود، لو في حاجات كتيرة موجودة هو يدوس عليها يمسح على طول. طيب عايز اقول له كنترول واقول له مثلا اول ما اقول لك كلمة معينة تبدأ ان انت تتحرك. تمام، فممكن مثلا نيجي من مثلا لما ادوس على زرار سبيس يبدأ ينفذ الامر بتاعي. طيب انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا احط القلم على الكراسة. تمام، فهقول له بين داون، يبقى انا اول ما ادوس سبيس هيبدأ يحط بين داون. طيب وعايزه بقى يبدأ يرسم المثلث بتاعي، فهقول له كرر لي، كرر يعني ايه؟ يعني كنترول، اقول له مثلا ريبيت، انا محتاجه كم مرة؟ 3 مرات. طيب 3 مرات هيعمل ايه؟ هيبدأ يرسم مثلث، فهقول له ايه؟ ابدأ حرك القلم 100 مرة، وبعد كده اعمل تر، ب 120، وتعالى نشوف هيبقى عامل ازاي لما نبدأ ان احنا ندوس سبيس. تمام، بدأ يتحرك 100، وبعد كده 120 زاوية، وبعد كده 100، وبعد كده 120، وهكذا. نفس الفكرة لو انت عايز ترسم مربع هتخليهم بقى ريبيت 4 مرات، وممكن تخليها 9 زاوية 90. اقول له 4 مرات، وهنا هخليها زاوية 90، وبعد كده دوس سبيس يبدأ يرسم لي المربع بتاعي بالشكل دوت. وهكذا تقدر ترسم اشكال هندسيه كتيره جدا من خلال الاداه ديت، بيكتو بلوكس، او ممكن تعملها على سكراتش عادي.